مدحونها جمهورية الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي يوفتي هو جامينيو أي الصعدة الشقاء وجو أم ببحي دل كانوا شارك النهاي أي جمهورية جيبوتي سفر كالشقاء مدحونها جمهورية الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي أي قادن دونا مدمع المعاه وحنا سفر كان مدحونها جمهورية الصومالي لأن كوه لنيه حملك ميد جلها وسيرها أو كلا آه وزير قارمها جودها أي جمهورية الصومالي لأن محمد كاهن أحمد وزير كورفا فينتا وعيقلينتيا دقنكا اي جمهورية الصومالي لان سليبان يوسف علي كوري اي وزير كا قناع السيقا محمود حسن سعد ساتشين